صباح الخير واهلا بكم على القناه بتاعتي اسمها الاتوليه دو منى. انا مصريه مولوده في مصر وعشت في مصر لغايه سن 23 سنه، والنهارده ليا 40 سنه في فرنسا. وطول ال 40 سنه دي وانا بشتغل في الخياطه، ومن حوالي 3 سنين درست سنه في اسمود في باريس، درست التركيب في الخياطه، مش الرسم ولا عمل الباترونات، التركيب. وكل الطلبة بتوعي نسبة 50% منهم طلبوا مني ليه مادام ما عندكيش قناة يوتيوب، فرديت على الطلب بتاعهم باني انا عملت القناة يوتيوب. طبعا عملتها بالفرنساوي ولغاية دلوقتي عليها 62 فيديو بالفرنساوي، وبعد اقل من سنتين النهاردة عندي 5000 مشترك على القناة. النهاردة بقول لنفسي ليه ما عملش الكلام ده بالعربي، لان ما فيش ناس كتير في مصر وفي العالم العربي بتتفرج عليا. ليه؟ لان كل المعمول فيها بالفرنساوي، فانا من اول النهاردة قررت اعلمكم الخياطة بالدقة والنظافة الفرنسية. إذا اتبعتوني هبتدي بالحاجات البسيطة جدا في البداية لغاية ما أمشي معاكم، لغاية ما تقدري تعملي الفستان بتاعك، لغاية ما تقدري تعملي الجيب البنطلون، أو لغاية ما تقدري تعملي التيار من الكل تيار والجيوب الجميلة بالنظافة الفرنسية. بتمنى لكم كل خير، وحالا حالا هبتدي أسجل أول فيديو بالعربي. من فضلكم العربي بتاعي ضايع شوية لاني من 40 سنة وانا هنا في فرنسا، فلو في كلام مش هيجي بالعربي هقوله بالفرنساوي. بتمنى لكم كل خير والى اللقاء بسرعة. باي باي. سيئة.